دلوقتي هنرسم مع بعض الساكرا بلكسوس. الساكرا بلكسوس بتتكون من الفنترالي ماي بتاع اللمبر نيرف الرابع والخامس، والساكرا نيرف الاول والثاني والثالث والرابع. دي الروت بتاعتها، ادي لمبر اربعه خمسه، ساكرا الواحد اثنين ثلاثه أربعة. ده بالنسبة للروس بتاع الساكرا الإيه؟ بريكسر. دول كلهم فنترال إيه؟ فنترال إيماي. نبدأ الرسمة بتاعتنا من بره كده، هبدأ لمبر أربعة وخمسة وساكرا واحد واثنين، أطلع منهم نيرف كبير كده لبره خالص أهو. ده المشكلة إن معظم فروع الضفيرة ديت رايحة للور نيرف. ماشي، ادي نمبر اربعه وخمسه وسكر واحد اثنين، دول بيعملوا نيرف اسمه لاترال بوبليتيان نيرف، اسمه لاترال بوبليتيان نيرف. ده نعمله بلاش باللون تاني احسن. او الاسم الشهير دي في اللور لمب اسمه كومن بيرونيال، كومن بيرونيال نيرف. ماشي، وبعدين برضو من لمبر اربعه وخمسه وسكر واحد واثنين وكمان ثلاثه بيطلع نيرف اسمه ميديال اوبليتيان نيرف. هنرسمه زي ده، بصوا نيجي من هنا اخر واحد كده نجيبه من هنا ونوصله لحد ايه نهايه النيرف ده. بعدين ناخد من اول رقم اربعه فوق كده هنا، ارسم النيرف كده تمام. ابدا اوصل بقى الروس بتاعته، يعني لو معاك قلم مرصوص بقى في الامتحان ممكن تظللها بالحته ايه الجزء ده كده عشان يبان بس الروت جاي منين. انا بحاول بقدر الامكان نعملها بلون واحد عشان ما ايه حدش يقول انت بتعملها بالالوان وتتلخبط. ماشي، ده بالنسبه لمين؟ ده للنرف الثاني اللي هو اسمه ميديا بوليتيال، او اسمه بيسموه تيبيال نيرف، ميديا بوبليتيال او تيبيال اسمه كده. او اسمه التاني التيبيال. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ ادي بقى موسم لمبر اربعه وخمسه، سكر واحد، اطلع الفروع الاتيه. بص معايا كده، لمبر اربعه وخمسه وسكر واحد، اللي هم من البوستير ديفيجن دول كده. ماشي، ومن لمبر خمسه وسكر واحد اثنين طلع نيرف. يعني عندنا لمبر اربعه وخمسه وسكر واحد، في نيرف كده اسمه سبير جلوتين نيرف. وبعدين من لمبر خمسه وسكر واحد اثنين انفير جلوتين نيرف. بعدين اجي كده من عند الميديا والليتيال، اولا الاثنين اللي هما الكومون بيرونيال والميديا دول بيعملوا نيرف اسمه السياتيك، هما الاثنين مع بعض كده تبع اللور لمب. احنا كده رسمنا الايه اللاترال بوليتيال او الكومون بيرونيال والميديا بوليتيال او اسمه التيبيال، هما الاثنين مع بعض بيعملوا نيرف اسمه السياتيك. وجينا كده في الجنب هنا من لمبر اربعه وخمسه وسكر الواحد طلعت نيرف اسمه سبير جلوتيال، ومن لمبر خمسه سكر الواحد واثنين طلعت نيرف اسمه ايه انفير جلوتيال. نيجي بقى على المنطقه ديت ايه عايزين نركز فيها شويه. بصوا معايا، هناخد بقى فكره النيرف الثاني والثالث والرابع هنا كده، هيطلع منهم نيرف. وبعدين فكره للثاني والثالث بس هيطلع منهم نيرف. وبعدين الفكره للاول والثاني والثالث، الاول والثاني والثالث هيطلع منهم نيرف كمان. احنا دلوقتي عندنا ثلاث نيرفات اهم، واحد طالع من اثنين وثلاثه واربعه، ده اسمه بيودندال نيرف. ماشي،
النيرفين دول اللي هو 2 و3 ده بيسموه بيرفوريتنج كوتينيوس نيرف اوف ساي، واللي طالع من 1 و2 و3 ده اسمه بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ساي. اللي هو كان في السكروتم تفتكروا كان بيدي فروع للايه؟ للباك بتاع السكروتم واللابيا ميجورا برضه اللي هو اسمه بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ايه؟ اوف ساي ده. نيجي بقى في الجنب هنا كده اجي من 4 اروح مطلع فرع صغير كده ماشي، و 2 و3 و4 اطلع منهم برضه فروع كده في الجنب هنا كده، واحد واثنين نفس الكلام برضو فروع كده ماشي. اربعه بيدي ليفيتروناي لو تفتكر ده دبل انرفيشن من فكره الاربعه، وبتاخد من الانفير ريكتال ليفيتروناي. اثنين وثلاثه واربعه بيدوا حاجه اسمها بيلفكس بلانكينك نيرف ده بتاع الباراسيمباثيتك، واثنين واحد واثنين بيدوا للبيروفورمس ده بالنسبه لايه للفروع الشهيره بتاعت ايه الساكرا بليكس. برضه في حاجه نسيناها هنا، حاجه من عند الميديا كده رحنا طلعنا نيرفين صغمانين هنا كده دول برضه تبع اللور لمب ماشي. الفرعين دول ادي واحد ادي الثاني، ده بيسموه نيرف تو اوف تيوريتو انترنس، والثاني اسمه نيرف تو كوادريتوس فيموريس عضله في اللور لمب برضه. ده بالنسبه لرسمه الايه؟ السكرال الايه بلكسس او دياجرام للسكرال الايه بلكسس.